أهلا بكم. انتهت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة على أن تبدأ الجولة الثانية من هذا الحوار في واشنطن الشهر القادم. وبعد انتهاء الجلسة الأولى من الحوار الاستراتيجي أعلن رئيس الحكومة الكاظمي أن القوات الأمريكية ستنسحب من العراق وتغلق جميع قواعدها وفق جدول زمني محدد. لكن صحيفة المونيتور الأمريكية كشفت أن واشنطن لن تلتزم بأي قرار لسحب قواتها العسكرية من العراق ما لم يكن هناك إجماع من كل شركاء العملية السياسية في العراق، وهو أمر من الصعب تحقيقه في ظل المعادلة السياسية القائمة في العراق. أما رئيس الحكومة السابق إياد علاوي فقد أكد أن لا حوار حقيقيا يجري بين العراق والولايات المتحدة، بل هي إملاءات أمريكية على الحكومة في بغداد ليس إلا. الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة ومخرجاته وتأثيراته على مجمل المشهد في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا سيكون هذا الحوار تدشينا لنوع من العلاقات الجديدة بين الولايات المتحدة والعراق كما تقول المصادر الحكومية؟ وما هي المكاسب والفوائد التي ستعود على العراق وشعبه من إجراء هذا الحوار الاستراتيجي؟ وهل فعلا أن أحد أهم أهداف الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة هو لجم الميليشيات الطائفية المحسوبة على إيران؟ وهل سيكون من مخرجات هذا الحوار انسحاب أو تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق كما يقال؟ وهل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في تحييد العراق الممسوك من قبل الميليشيات الطائفية في أي مواجهة عسكرية محتملة بين واشنطن وطهران؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، لقاء مكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء شعبنا العراقي، بلا برنامج واضح يلبي المطالب الوطنية دخلت حكومة بغداد في حوار مفتوح مع واشنطن. بمباحثات متتالية أنجزت المرحلة الأولى منها دون التوصل إلى صيغة تراعي ولو شكليا مصالح العراق وشعبه، بينما الجانب الأمريكي دخلها حاملا معه أولوية تكريس نفوذه وإضعاف النفوذ الإيراني. استهداف النفوذ الإيراني في العراق صحيح أنه يلتقي مع مصالح الشعب العراقي، لكن يتقاطع معه في الآلية المتبعة لتحقيق هذا الهدف، فلا يريد العراقيون إنهاء احتلال عن طريق احتلال آخر وتبديل متسلط بمن هو أشد منه تسلطا. هذا في العموم، أما في تفاصيل هذه المباحثات فلا يوجد ما يعزز تحقيق نتائجها، إذ أن حكومة الكاظمي تفاوض بأوراق لا تملكها وعلى نقاط ليس لها فيها الكلمة الفصل. تجريد الميليشيات من سلاحها وحل عقد التمدد الإيراني في البلاد لن يتم برغبة حكومة هي في الأساس تستمد أسباب بقائها من تلك الميليشيات، لذلك فإن انقلابها على راعيها الإيراني يحتاج إلى رعاية أمريكية تامة وبناء ميليشيات في داخل المؤسسة العسكرية تكون موالية لأمريكا، وهذا يتطلب مدة زمنية طويلة وتغييرا في التشكيلة السياسية، وفوق ذلك جرأة ترقى إلى مستوى التصادم مع ميليشيات إيران. ما يجري بين واشنطن وبغداد هي اتفاقية إذعان تؤكد استمرار حالة الاحتلال الأمريكي كما وصفتها هيئة علماء المسلمين في العراق، أو أنها مجرد إملاءات أمريكية على حكومة الكاظمي ولا ترقى إلى تسميتها مباحثات بين طرفين ندين بكل معنى الكلمة. فلا حكومة الكاظمي مؤهلة لتقرير مصير النفوذ الإيراني ولا تتحلى برؤية وطنية حتى تفاوض من أجل مصلحة الشعب العراقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الحوار الاستراتيجي ومخرجاته وتأثيراته على المشهد في العراق. هذا الحوار الذي أجري في اليوم 11 من شهر حزيران الجاري بين الولايات المتحدة وبين
حكومة الكاظمي. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ومعنا من عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. دكتور رافع الفلاحي، الحوار استراتيجي الجولة الأولى أجريت منا في 11 من شهر حزيران بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة الأمريكية، أثير ضجة كبيرة سياسية وإعلامية خاصة من الحكومة حول هذا الحوار وأنه سيكون فاتحة خير على العراق، خاصة أن الحوار تطرق إلى ملفات سياسية وعسكرية وثقافية وما إلى ذلك، وأنه أيضا يمثل تدشين لعلاقة جديدة ومختلفة بين العراق الجديد الذي صممه الأمريكيون عام 2003 والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحوار يستحق كل هذه الضجة السياسية والإعلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية أستاذ ماجد علينا يعني نقول أو نحدد الإطار العام لما نتحدث عنه. هو ليس حوارا، بداية هو ليس حوارا بين يعني حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة عراقية أبدا. الحكومة العراقية فاقدة هويتها، فاقد استقلالها وسيادتها منذ عام 2003 لحد الآن. العراق فعليا ربما لا يقولون ذلك، لكن فعليا هو تحت الانتداب الأمريكي والبريطاني أو والإيراني، ولا يمكن لبلد محكوم من جهات متعددة وولاءات متعددة أن يكون له قرار واحد ورؤية واحدة وقادر أن يفرض شروطه ويفرض إرادته ويفرض ما يريد على الآخرين أو حتى يطالب بماذا يريد. هذه قضية واضحة في العراق، و17 سنة دللت بكل أحداثها بكل قياساتها بكل معاييرها أنه هذا الموضوع واضح جدا ولا يحتاج إلى نقاش أو يحتاج إلى جدال. فبالتالي هو ليس حوارا، لكن ربما يتساءل البعض يعني ألم يكن بمقدار الولايات المتحدة الأمريكية أنه إذا كنا نتحدث نحن نتحدث وأنا مؤمن بها هي مجرد إملاءات، هذه الإملاءات أن تعطيها للحكومة العراقية الحالية أو التي سبقتها وخلص بدون الحديث عن حوار وعن يعني مثل ما دعا وزير الخارجية الأمريكي في بداية نيسان الماضي إلى ما سماه حوار استراتيجي. نعم. بين الولايات المتحدة هم الذين سموه. نعم كان ممكن الولايات المتحدة أن تفرض شروطها وترسلها وانتهى الموضوع وتقول ما تريد وانتهى الموضوع، لكنها هي تريد إطار عام إعلامي وواضح للعالم كله أن هناك اتفاقا يلزم أطراف كثيرة ومن ضمنها الولايات المتحدة بهذا الإطار بالشكل اللي واضح جدا للعالم وكان تحت أنظار الجميع، هكذا هي تريد. لكن فعليا داخل ما يسمونه الدائرة القضية أنه هذه بهذا الصيغة وبهذا الشكل الذي أرادته أمريكا يبدو أيضا فيها جانب مهم وهو عملية التسويق لحكومة الكاظمي وأنها حكومة ربما الند للند مع الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو جزء من التسويق. يعني لا ربما يعني ما لا، نعم. لا أتفق مع هذا. نعم. لأنه يعني الدعوة لهذا الحوار الاستراتيجي جاءت في الشهر الرابع. نعم. كان الكاظمي ما يزال بعيدا عن هذا. نعم. الموضوع. نعم. حقيقة يعني لم يكن أحد يتوقع أنه الكاظمي يكون سيأتي رئيس الوزراء. نعم. إلا إذا كانوا هم راسمين السيناريو بهذا الطريق ويعرفون كيف يعني هذه نظرية طبيعي. المؤامرة هذه غريبة عجيبة. نعم. لكن الحقيقة هم يريدون ضبط المصنع مثل ما يقال. إعادة ضبط المصنع يعني بالهواتف الذكية ربما نتحدث بها مرة. اختل دكتور ضبط المصنع في العراق؟ نعم اختل، هو هذا ما يريدونه. هناك تخادم أمريكي إيراني في العراق منذ عام 2003، الآن اختل واختلموا الآن يعني من فترة أمريكا اكتشفت أنه هناك اختلالا كبيرا، ومع رفض الولايات المتحدة الاتفاقية النووية مع إيران في عام 2018 عندما رفضها ترامب. عادة الأمور يعني تأخذ يعني منحى آخر، اتجاه آخر بالعلاقة الأمريكية الإيرانية، وبدأ النظر إلى العراق على أنه ساحة مهمة وقريبة وملاصقة لإيران، هي تفيد إيران وتفيد أمريكا في هذا الصراع في هذه المناوشات لإعادة ضبط المصنع. أمريكا هي التي احتلت العراق، جاءت بجيوش، جاءت قدمت مثل ما يتحدثون يقولون إحنا قدمنا دماء وقدمنا مليارات الدولارات، قدمنا كل شيء، قدمنا مساعدات ومساندات سياسية ودبلوماسية وإعلامية ومالية وعسكرية، قدمناها لهذه الحكومات لهذا النظام لكي ينشأ
بالطريقة التي اعتقدنا، وبالتالي بعد 17 سنة بجرد الحساب نجد أن الاتجاه غير اتجاه، والقضية ذهبة غير لكن يعني دكتور، إيران منذ البداية كانت مواكبة لهذا المشروع، مشروع احتلال العراق، داعمة له حتى قبل عام 2003. كل القوى الطائفية الموجودة الآن بالعملية السياسية، وهي القوى الفاعلة طبعا، هي القوى الفاعلة، هي كانت في إيران. إيران حرضتها، حثتها، نصحتها بالاشتراك في هذا المشروع، حتى وزير الخارجية جاك سيترو زار إيران قبل 2003 خمسة مرات للاتفاق على حصص العراق ما بعد 2000، حصة إيران في العراق ما بعد 2003. هذا يثبت أنه إيران شريكة من البداية، وهناك دور لها في التقادم. لماذا التحسس الآن من هذا الدور، من هذه الشراكة؟ لأنه إيران بدأت تشعر أنها قد حص يعني تجاوزت، قد وصلت إلى مرحلة من القوة قادرة أن تبتلع العراق كله، وتدفع أمريكا خارج هذا وتفرض نفسها، أو تفرض على أمريكا أن تعترف بها كقوة إقليمية مسيطرة على المنطقة كلها. وهذه المنطقة الإقليمية التي تتحدث عنها إيران، هذه فيها مصالح أمريكية كبيرة جدا، وفيها حلفاء لأمريكا، وفيها يعني أمريكا ترعاهم دول كثيرة وأنظمة كثيرة، فلا يمكن لأمريكا أن تسلم قيادة كل هذا الموضوع إلى إيران وتجعل من إيران قوة كبيرة تتحكم بهذه الدول في قراراتها. هنا بدأ التصادم، وهنا بدأ قضية المشروع النووي وقضية الصواريخ فيما بعد جاءت فيما بعد. فبالتالي هناك محاولة لإعادة ضبط المصنع. إذا ما تمت هذه لإعادة ضبط المصنع، هذا يتعلق أيضا ليس في العراق فقط، يتعلق في السياسة الإيرانية، التخلص من النووي، التخلص من الصواريخ، التخلص من شروط كثيرة. ولذلك قيل أن هذا واحد من أهداف هذا الحوار راح نتحدث عنه، أنه عملية إزاحة أو تقليص أو خفض النفوذ الإيراني عبر رجم الميليشيات المحسوب عليها. دكتور عبد الحميد العاني، مرحبا بك مرة ثانية. مرحبا بكم، حياكم الله. هيئة علماء المسلمين أصدرت بيان فيما يتعلق بقضية الحوار الاستراتيجي بين أمريكا وبين العراق، وقالت، طبعا هذه فقرة راح أن أقتبسها من البيان، يقول أنه الحوار الاستراتيجي مبني على أسس ومبادئ اتفاقية الإذعان التي وقعها المالكي مع الإدارة الأمريكية عام 2008، وهذا الحوار ليس اتفاقية جديدة كما يحاول بعضهم، مصادر حكومية طبعا تقصدون، تصوير لخداع الشعب العراقي. فاللقاء لا يتعدى وصف جلسة علاقات عامة أو جلسة توقيع مذلة لشروط مهينة، وهذا طبعا أشار له الآن دكتور رافع. كيف هي ليس اتفاقية وهناك احتفاء أمريكي وحكومي بهذا الحوار الاستراتيجي؟ يعني هل ممكن من شرح أكثر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام والضيوف الأساتذة الضيوف في هذه الحلقة. جدول الأعمال الذي نشرته الخارجية الأمريكية هي لهذا الحوار الذي هلل له، طبل له، وأرادوا منه فعلا صناعة نوع من الهالة الكبيرة كنوع من الدعم لهذه الحكومة الجديدة التي يتأملون أنها تحاول أو ستقوم بضبط الإيقاع، أو كما عبر عنه الدكتور رافع قبل قليل، إعادة ضبط المصنع. هذه الهالة الكبيرة تفضحه جدول الأعمال الذي نشرته الخارجية الأمريكية. ومن خلال هذا جدول الأعمال نتضح الأمور كثيرة. أولا، بنود هذا الاتفاق أو هذا الحوار عفوا وجدول الأعمال، الخارجية الأمريكية هي التي فرضته، هي التي صنعته، إذن هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. العراق أو ما تسمى بالحكومة العراقية، نحن ذكرنا في أكثر من مكان ومن موقف، وكلها تتعلق بموضوع واحد، وهي أن هذه العملية السياسية هي مشروع أمريكي تم بالتفاهم بينهم وبين إيران والموجودون سواء من 2003 إلى الآن. مهما تبدلت الوجوه ومهما انتقلت هذه الوجوه من كرسي إلى آخر أو من وزارة إلى أخرى أو صعد ونزل، فهي كلهم عبارة عن أدوات في مشروع واحد لا يقدمون ولا يؤخرون. بنود الاتفاقية أيضا، أو عفوا بنود جدول الأعمال لهذا الحوار، هو أيضا يبين لنا ماذا تريد أمريكا من خلال هذا الحوار الذي سمي استراتيجيا وغيره، وما ماذا يريد منه العراق أو الحكومة العراقية كما يعبر عنها. لا يوجد
توافق أو بينهم يعني ندية بين الطرفين كما عبرنا عنه سابقا، وإنما هو إملاءات أمريكية. الغاية الأولى والأخيرة حماية القوات الأمريكية في الموجودة في العراق وفي قواعدها، وهذا هو أهم بنود الاتفاقية الأمريكية العراقية سابقا اللي هي عبرنا عنها اتفاقية الإذعان. ثم بعد ذلك محاولة مساعدة هذه الحكومة الجديدة الآن التي هي امتداد للعملية السياسية والحكومات السابقة، مساعدتها لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية الحاصلة اليوم. إذن ما حصل اليوم هو امتداد لتلك الاتفاقية وتطبيق لبنودها، وشيء آخر اللي كما قال عنه الدكتور رافع قبل قليل اللي هو إعادة ضبط المصنع، إعادة ضبط الإيقاع، هو في حقيقته مفاوضات أمريكية إيرانية، إعادة التفاهمات، إعادة التقاسمات، تحجيم الدور الإيراني الذي تغول في السنوات الأخيرة، وبسبب أيضا بسبب ما يسمي بالحرب على الإرهاب والدعم الأمريكي لهذه الميليشيات التي تغولت وغير ذلك من أمور. إذن كل ذلك يبين ويدلل على أن هذا ليس اتفاقية جديدة وإنما امتداد للسابق، وتأكيد فقط عليه. دكتور، لقاء مكي أيضا من ضمن مفردات الاحتفاء، ديباجة الاحتفاء بهذا الحوار الاستراتيجي خاصة حكوميا في العراق، مصادر حكومية أنه هذا الحوار سيكون مدشنا لمرحلة جديدة مختلفة من علاقات جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق الجديد. فعلا هذا الحوار سيكون مدشنا، ثمت ملامح، سمات، مزايا لهذا الحوار تجعل منه أن سيكون البداية الثانية للعلاقة بين أمريكا والعراق؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لك ولضيفيك الكريمين وللجمهور الكريم. أهلا دكتور. أعتقد أولا أن هذا الحوار هو حوار ضرورة أو حوار مطلوب على كل الأطراف، ولا سيما على الولايات المتحدة. ما كان الولايات المتحدة أن تقترح أو أن تقبل حتى بحوار أو إعادة فتح الحوار مع العراق لولا أنها كانت مضغوطة بسياق يعني مزعج بالنسبة لها على الصعيد الأمني في العراق. هي لم تتمكن من الحفاظ على مصالحها وعلى نفوذها كما نعرف، فسلمت أو تهاونت على الأقل مع النفوذ الإيراني الممتد والمستمر والمتأصل في العراق منذ بداية ولاية أوباما وحتى اليوم. لم يتمكن ترامب رغم ما بدأ من عدائه لإيران، لم يتمكن من استعادة هذا النفوذ. وفي هذه المرحلة وجد أن إيران تحاول استثمار وجوده في العراق ووجود الأمريكي لصالحها على صعيد هذا الصراع الإقليمي مع الولايات المتحدة، وأيضا ضده فيما يتعلق بالانتخابات. وجود القوات الأمريكية المهدد بفعل الصواريخ التي من الميليشيات الإيرانية في العراق يهدد ولاية ثانية لترامب، أو أحد المهددات على الأقل. وكذلك فشله السياسي في العراق المتوارث من إدارة أوباما أيضا أحد المهددات الأخرى. لذلك كان محاولة إطالة أمد هذه الهزيمة أو التراجع الأمريكي من خلال ما بدأ أنه حوارا جديدا مع العراق قد يمتد لعدة أشهر حتى الانتخابات، وخلال هذه المدة يعني ربما إيران تعمد إلى أيضا التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة حول ملفات أخرى حاضرة في علاقتها مع أمريكا، مثل منع تصدير الأسلحة الذي تريد الولايات المتحدة تمديده في أكتوبر المقبل أو قبل أكتوبر المقبل، وأيضا موضوع البرنامج النووي وأمور أخرى كثيرة فيما يتعلق حتى العقوبات على إيران، استحقاقات العلاقات الإيرانية الأمريكية. هو نوع من أنواع الشد والجذب، لكنه في كل الحالات هو حوار مفروض وتحت الضغط. دكتور اسمح لي على قضية على ذكر مفروض أو تحت الضغط، خليني أسألك سؤال أو سؤالين أو سؤال بشقين. هل تعتقد الإدارة الأمريكية أن مصالحها الحفاظ على مصالحها سيكون عبر حوار استراتيجي مع حكومة ضعيفة تمسك بخناقها تنظيمات أو ميليشيات محسوبة على إيران؟ الآن العراق بيد الميليشيات، بيد ميليشيا الحشد سياسيا وأمنيا وعسكريا.
هذه نقطة. النقطة الأخرى ذكرت أن هذا الحوار ضرورة، ضرورة للولايات المتحدة بسبب الانتخابات. هل هو ضرورة مرحلية ستنتهي بموعد إجراء الانتخابات في شهر 11 تشرين، شهر 11 تشرين الثاني القادم، وبالتالي سننتقل إلى مرحلة مستدامة وليس مرحلة انتقالية أو مؤقتة؟ نعم، فيما يتعلق بالشق الأول أعتقد أن نعم، هي تعرف أن حكومة الكاظمي بالتأكيد أضعف من الميليشيات والنفوذ لإيران، ولذلك هي تعتقد أن حكومة الكاظمي هي أفضل متوفر، وهي خيار مناسب بالنسبة للولايات المتحدة لتقويته وليس للتخلي عنه. ولذلك نرى أن الأمريكا مثلا مددت استثناء العراق من العقوبات إكراما للكاظمي وكي يستمر، وهي ربما تدعمه ماليا وتغطيه سياسيا من أجل أن يحظى بالقوة داخل العراق. وربما أيضا يعني هناك تنسيق أمني غير معروف بين الكاظمي والولايات المتحدة، ربما سيظهر في وقت ما تجاه خصومة إذا اعتبرناه خصوم من الميليشيات. الشيء الآخر أن حكومة الكاظمي سواء كانت ضعيفة أو قوية هو هذا المتوفر، هي لا تستطيع أن تتفاوض مع الميليشيات خصمها، ولذلك هي تعمد إلى التفاوض مع أي حكومة في بغداد، وربما يعني لا تستطيع هذه الحكومة حمايتها كما يحصل الآن. يعني قبل يومين كان هناك صواريخ جديدة على السفارة الأمريكية، في حين أن من مخرجات الحوار الأول اللي في بغداد جلسة الأولى أن الحكومة العراقية معنية بحماية المصالح الأمريكية، بالتالي هذا فشل مستمر للحكومة في حماية أمريكا. هي تعرف ذلك ولكن ليس لديها خيارات، ولذلك لا ترد. هي حتى الرد على الضربات لا يجري، حتى إدانتها لا تجري. لماذا؟ لأنها لا تريد إحراج حكومة الكاظمي أو إلزامها بخطوات لا تستطيع القيام بها. هي تعرف ذلك ولكن لا خيارات لديها، وأنا أشرت منذ البداية أنها مضطرة بهذه السياسة، سياسة عدم إحراج الحكومة العراقية من أجل استمرار وجود أمريكا في العراق كي لا يكون هناك انقطاع كامل، وربما تقويتها اقتصاديا وسياسيا على أمل أن تستقوي أمنيا في المستقبل. أما الشق الثاني من السؤال المتعلق بدوام هذا، هو بالتأكيد هذا الحوار مرحلي وتكتيكي. إن بس تولد دكتور عنه مسمينا استراتيجي، شلون تكتيكي؟ نعم هو حوار استراتيجي ولكن طرح لأغراض تكتيكية. نعم، بمعنى إن تمخض عن نتائج مثمرة للولايات المتحدة فبالتأكيد سيكون حوار دائم ومستمر ويوقع باتفاقيات، وإن لم يتمخض عن شيء سيستمر من أجل كسب الوقت، إن لم يتمخض نهائيا فينتهي وحين ذاك، ومن السهولة الإعلان على أنه فشل. هذه ليس هناك أسهل منها، يعني مثل ما الحوار مع 2008 الآن يعتبر فاشل وغير قائم، والدليل وجود هذا الحوار الجديد، كذلك يمكن إقامة حوار آخر في المستقبل. القصد أن أمريكا لا تريد التخلي بسرعة عن العراق لأنه يمثل حجر زاوية أساسي لها لمصالحها في المنطقة. أمريكا صح هي تعتبر أن الشرق الأوسط لم يعد بهذه الأهمية التي كان عليها منذ مبدأ كارتر في 80، لكنه في النهاية هو يعني جزء مهم من منطقة حيوية للمصالح الأمريكية، وفيها الأسطول الخامس الأمريكي وفيها مصالح أمريكية مهمة. بالتالي يعتقد أن التخلي عن العراق الآن مسألة غير قائمة، غير مطروحة في العقل الأمريكي. ولكن كيف يحافظ على هذا الوجود في العراق هو هذا السؤال الذي من أجله قامت هذا الحوار المسمى بالحوار الصراحي. نعم، ما بشكرك. نعم. دكتور رافع الفلاحي، يعني الآن كما ذكر دكتور لقاء مكي أن واحد من أهداف هذا الحوار الذي الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة له هو للحفاظ على مصالحها في العراق، وما عندها خيارات أخرى إلا أن تتفاوض مع هذه الحكومة الضعيفة وما إلى ذلك. الحفاظ على المصالح الأمريكية من الاستهداف الإيراني، الحكومة الموجودة دفعت هذه الموجودة، هذه هو التي قبلها هي دفعت، هي حكومة الميليشيات بالنهاية، والميليشيات هي القوة الفاعلة الموجودة في العراق. هل يعقل أن أمريكا تحاور إيران
لتحافظ على مصالحها، وهي من التهديد الإيراني. يعني الحقيقة هذه يعني شوية أريد أفهمها أكثر. أستاذ ماجد دعني يعني أتحدث على قضيتي، ربما نصل إلى مفهوم يعني الإطار اللي حضرتك تسأل عنه. نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى عندما تحدث عن هذا الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق قال إنه إذا العراق الحكومة العراقية راغبة في سيادتها ومصرة على سيادتها فنحن معها، ونحن سنلبي لها كل ما تريد اقتصاديا سياسيا إعلاميا، يعني سنبذل ما نستطيع من أجل مساعدتها في هذا الموضوع. أما إذا ما كانت راغبة في سيادتها بالحصول على سيادتها فهذا الموضوع يجعلنا نختار المغادرة أو نختار خيارات أخرى. هذه واحد الشغل. القضية الثانية عندما وزارة الخارجية أعلنت قالت أنه بعد كورونا، بعد كل هذا الذي حدث، بعد الوضع الاقتصادي العالمي ومن ضمنها تأثيره على حتى على الولايات المتحدة بشكل كبير، الآن الولايات المتحدة تبحث عن منافعها، يعني لا يمكن أن ترمي مساعداتها أو 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 تطلعاتها بدون منفعة، ما تقدمه تحتاج أن يرد لها بمنفعة. هكذا تتصرف الولايات المتحدة في المرحلة القادمة، لا يمكن أن تعطي شيء بدون مردود منافع، هكذا تحدثت. فهل قضيتين عندما تنظر لها أن الولايات المتحدة الآن تريد من العراق أن يعود عليها بالمنافع، لا يمكن أن تعطي الأموال للعراق والدعم السياسي وتغطي على كل هذه الفضائح التي في العراق، تغطي حتى على كل هذه المخرجات الكارثية للعملية السياسية بهذه الطريقة، وتمنع العالم كله بما فيها الأمم المتحدة من انتقاد هذه التجربة الرثة بدون ثمن. بدون ثمن. طيب ما هو الثمن مطلوب من هذا الثمن؟ جزء من الثمن هذا أن يكون العراق، هي مثل ما قال دكتور لقاء، لا يمكن أن تتخلى عن العراق نهائيا في هذه المرحلة على الأقل. نعم. وأنا أعتقد لمرحلة بعيدة، لأن التخلي عنها سيدفع بروسيا والصين إلى ملأ هذا الفراغ والتمدد على حساب العراق والمنطقة كلها، وهذه المنطقة خطرة مهما كانت السياسة الأمريكية الآن تبدو لنا بعيدة عن المنطقة، لكن منطقة خطرة ولا يمكن أن تتخلى عنها، والعراق بؤرة هذه المنطقة الحقيقة. فبالتالي لأمريكا مصالح في العراق وفي المنطقة، في عموم المنطقة. ما أرادته أمريكا طوال هذه 17 سنة أن تجعل من العراق بلد ضعيف، نعم، لكن على الأقل مستقر، لا يشكل حالة تهديد للمنطقة، لمصالح في المنطقة وخاصة بالخليج، وفي هذه المنطقة المهمة جدا، وإسرائيل فيها والخليج العربي والمصالح النفطية وغير المصالح، وسوق للبضائع الأمريكية وللسياسات الأمريكية، فبالتالي لا تؤثر عليها. العراق بدأ يؤثر بسبب الميليشيات، بسبب التطلعات الإيرانية، بسبب الضغوط الإيرانية. إيران تريد أن تفرض نفسها قوة إقليمية شرطي في المنطقة مرة أخرى، وهذا غير مسموح الآن بعد ما محاولاتها لامتلاك سلاح نووي وسلاح بعيد المدى وتهديد المناطق وتهديد وقدرتها على جعل العراق سوق لتصريف بضاعتها، وأيضا ممر أرضي للوصول إلى سوريا ولبنان وبهذه الطريقة، فيجب أن يقطع هذا. لكن الحوار مثل ما قال دكتور لقاء، الحوار لا يجري مع الميليشيات، يعني حكومة تحاور الميليشيات هذه من الصعوبة، فيجب أن تحاور حكومة، يعني أن تعطي شروطها أو إملاءاتها لحكومة معينة. إذا موافقت هذه الحكومة على هذه الإملاءات بشكل علني، ستتصرف الولايات المتحدة ربما باتفاقات سرية مع الحكومة الحالية أو مع أطرافها إلى كبح جماع ما يؤثر على هذه الاتفاقية. لكن دكتور، أمريكا تعرف أن هذه الحكومة لا كلمة لها، لا رأي لها أمام الميليشيات، خاصة عندما يكون التقاطع مع المصالح الإيرانية. نعم، يعني نعم، لكن هي تعرف. نعم. أستاذ ماجد، لكن هي تعرف أيضا أنه للميليشيات ولا الحكومة العراق ولا الحكومة الإيرانية قادرين أن يملأوا أو يستجيبوا لطلبات العراق الآن. العراق الآن في ضائقة اقتصادية، ضائقة، عنده أزمات اقتصادية كبيرة جدا، عنده أزمات صحية، أزمات سياسية، أزمات مجتمعية. إيران منخورة، غير قادرة أن تملأ الفراغ، مستحيل أن تملأ الفراغ. فبالتالي حتى إيران فاهم الموضوع أنه ملء الفراغ هذا، لأنه هذا الفراغ وستنحني أمام هذه العاصفة
ربما إيران في سياساتها قد تصل إلى المستوى العالي من التصعيد وبعد ذلك يعني تتراجع، لأنه إيران الآن في العراق يحتاجون إلى دعم اقتصادي، دعم سياسي، دعم صحي، دعم من كل الاتجاهات، دعم إعلامي. هذا لا تستطيع إيران أن توفره. نتحدث عن الأمريكان يتحدثون صراحة أن العراق بحاجة لكل هذا، وإيران غير قادرة أن توفره. إذن إيران ليست هي قضية ملء الفراغ، أن تأتي بأعداد من الميليشيات وترسلهم على الأرض وملأوا الفراغ، لا، يحتاج العراق إلى أمواله ويحتاج إلى مساعدات ويحتاج هذه كلها تقطع. وترامب واضح كان هدد بأنه فيما لو تخليت، هذه المقولة اللي أنا تحدثت بها بالبداية، مساعد وزير الخارجية ومقالات الخارجية عن المنافع، إذا ما العراق موافق على هذه القضية، ترامب قال سنذهب إلى عقوبات على الأشخاص، سنوقف، سنستولي على أموال، نطالب بأموال، وهذه ستضع العراق في زاوية من أحرج ما يمكن، سيسقط كل العراق بسهولة. فبالتالي العراق، هذه الحكومة أو غير حكومة، هي غير قادرة أن تتجاوز كل هذه الأمور وتقول نحن وليس أمامها إلا أن تصغي وتقول نعم. نتوقف عند هذا الفاصل القصير بعد الاستئذان من ضيوفنا ومن المشاهدين الكرام، ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة من طاولة حوار عن الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الحوار الاستراتيجي الذي أجريت الجولة الأولى منه في 11 من شهر حزيران بين أمريكا وبين حكومة الكاظمي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور لقاء مكي. دكتور عبد الحميد العاني، أيضا مما قيل عن هذا الحوار أنه واحد من أهم أهدافه هو لجم التصدي للميليشيات الطائفية المحسوبة على إيران. هذا الحوار ستكون واحد من مخرجاته ومفاعيله. يعني أمريكا تتوقع من سيلجم هذه الميليشيات؟ حكومة الكاظمي، الحكومة القادمة؟ الآن العراق بيد الميليشيات، بيد ميليشيا الحشد، من سيلجمها؟ والميليشيات، ميليشيا الحشد بيد إيران. ولذلك أنا أقول هو أساس هذا الحوار هو بين أمريكا وإيران، وإعادة الضبط والتفاهمات، إعادة التفاهمات وإعادة تقسيم السلطات بينهما، وتحجيم دور إيران الذي تغول في المنطقة. وهذه الميليشيات هي باعترافها، باعتراف قادتها، أنهم مرجعيتهم الدينية والسياسية والعسكرية في إيران. هذا ليس ادعاء يدعى من خارجهم، وإنما باعترافات صريحة لقادة هذه الميليشيات المتعددة. هذا أمر. الأمر الآخر، هذه الميليشيات اليوم نحن رأيناها منذ قبل مقتل قاسم سليماني إلى الآن هي تصعد الموقف أو تخفض أو تهدئ مع أمريكا، مع القواعد الأمريكية في العراق، هو بما يتناسب مع المصلحة الإيرانية. هم مجرد أدوات بيد إيران لتنفيذ هذا التصعيد أو تخفيضه، ليكونوا بذلك أداة من أدوات الضغط الإيرانية على أمريكا في المفاوضات الأساسية في المنطقة كلها في كل الملفات. لذا لا الكاظمي ولا غيره هو يستطيع أن يلجم هذه الميليشيات، بل الميليشيات هي التي وافقت عليه تفاهمات وضغوط وتقاسم بعض المناصب، يعني أخذوا بعض المناصب وإلى آخرها، فقبلوا بالكاظمي لإعطائه هذا المنصب وغيرها. لكن هنا أيضا لابد أنه لا ننسى
انه هذه الميليشيات حينما وافقت على الكاظم وغيره هي بالمقابل مستعده الى اعطاء تنازلات اخرى ضمانا لاستمراريتها، استمراريتها في هذه المناصب او عفوا استمراريتها في كبقاء وجود، لانها تعلم انها هي نعم ربما لديها بعض اوراق الضغط على امريكا، لكن هي تعلم يقينا ان القوه الامريكيه ربما هي اكبر من قوتها هي، وتعرف هي يقينا انها مجرد استعراضات عسكريه تحاول فيها نوعا من الضغط، لكنه لا تشكل تهديدا حقيقيا للقواعد الامريكيه في العراق. نعم. اشكرك دكتور. دكتور، لقاء مكه ايضا مما قيل انه هذا الحوار الهدف منه ايضا انسحاب او تقليص الوجود العسكري الامريكي في العراق، وفعلا هناك تقليص الوجود بدا في الشهر الثالث من هذه السنه. الكاظمي قال انه الولايات المتحده الامريكيه ستنسحب بعد انتهاء طبعا الجوله الاولى، تنسحب من العراق وتغلق جميع قواعدها وفق جدول زمني محدد. اليوم القياده المركزيه الامريكيه الوسطى تقول اننا لن نغادر العراق بسبب ضغوطات ايران ووكلائها. ما السيناريو الراجح؟ الأمريكيون سينسحبون، طبعا أيضا الميليشيات تتحدث أنه الأمريكيون سيهربون بفعل ضربات بين قوسين المقاومة، يعني الميليشيات سيبقون، سيهربون، سيقلصون نفوذهم، العفو وجودهم العسكري. نعم، هو أولا لا يمكن استبعاد أي شيء فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية. الولايات المتحدة عادة لديها مرونة كافية لتغيير مواقفها وتكتيكاتها في العالم ليس فقط في العراق، وبالتالي انسحاب أمريكا لديهم 5200 جندي، انسحابهم من العراق ربما يكون ممكن جدا في أي ظرف يشعرون فيه أن مصالحهم مهددة أو أن وجودهم يعني يتضمن تكاليف غير قادرين على دفعها. ولا ننسى أن ممكن يبقون في كردستان يعني بدون ضغوط، ولديهم فرصة لإقامة قواعد أمنية على الحدود مع الأردن مثلا، ولديهم قاعدة في الكويت وقواعد في الخليج كما هو معروف، وبالتالي هم ليسوا بعيدين من الناحية العسكرية عن العراق. هو الحقيقة المطلوب أن يكونون موجودين سياسيا، هذا هو المهم فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي. يعني هدفهم النهائي ليس وجود قوات على الأرض في الميدان تحديدا. في سوريا لديهم 600 جندي فقط، ولكن وجود يعني مؤثر. أنا أتحدث هنا عن أن الولايات المتحدة رغم وجود 5000 جندي لكن هي فقدت تأثيرها السياسي، والدليل لدينا هذا. إذا سمحت لي دكتور إقامك، أسف على المقاطعة، قبل 2011 قبل أن ينسحب الجزء الأعظم من القوات الأمريكية كان موجود حوالي 200,000 جندي، وهناك حديث يعني الكل يتحدث، حتى الدكتور رافع الآن أشار إلى أنه إيران كادت أن تبتلع العراق، 200,000 جندي أمريكي وإيران ابتلعت البلد، فما بالك إذا ما بقي 5-6 آلاف جندي في العراق، يعني كيف سيكون الحال؟ أقصد لناحية إيران. هو بالحقيقة إيران لا تخشى الجنود الأمريكيين لتقوم بما تقوم به، يعني النفوذ الإيراني خلال فترة بوش لم يكن مرهون بقوة أمريكا أو بضعفها. الحقيقة هذه العمليات البناء النفوذ تجري من خلال سياقات أذكر كثير من الأمريكان، يعني نفوذ داخل مؤسسات الدولة، نفوذ في تعيينات معينة داخل المؤسسات الأمنية والخدمية، وبالتالي هذا كله لا يقتضي وجود قوات أمريكية يعني تتصدى له أو للادعاء بأن وجود عدد كبير من القوات الأمريكية سيؤدي إلى منع هذا النفوذ. ومنع هذا النفوذ أو إلغاءه أيضا لا يعني أن إيران تستطيع مد هذا النفوذ أكثر فأكثر. أعتقد أن الأمر مختلف هنا. لكن لا ننسى أيضا أنه بعد 2011 الولايات المتحدة لم يعد لديها وجود أمني في العراق إلى 2014 حينما جاء داعش وأرسلت القوات في شهر الثامن أعتقد في ذلك العام، لكن قبل هذا لم يكن لها وجود، ومع ذلك لديها تأثير سياسي بفعل التفاهم بين أوباما وإيران كما نعرف. عموما أنا أظن أن الوجود الأمريكي العسكري في العراق ليس هو الهدف النهائي، يعني هو ليس هدف بحد ذاته، وإنما هو وسيلة. إن كان هذه الوسيلة مكلفة
فيمكن لأمريكا أن تستغني عنها وتستبدلها بوسائل أخرى. يعني هو ليس الوجود بحد ذاته هو المهم، وجود العسكري المهم هو النفوذ الأمريكي. ولذلك دكتور اليوم إذا سمحت اليوم استطلاع للرأي لمؤسسة أمريكية، استطلاع للرأي طبعا لافت وغريب ربما ليس غريب، يقول هذا الاستطلاع أن العراقيين لا يشعرون بكراهية أو عداوة تجاه الأمريكيين بقدر كراهتهم لإيران، وهذا معناه وفق طبعا التصريحات الأمريكية أننا نسير بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالتأثير طبعا تأثير الأمريكي. نعم مفهوم. نعم يعني هو طبعا فعلا كراهية العراقيين لإيران حتى الشيعة والسنة سواسية جعلتهم يقبلون بأي معادل موضوعي يؤثر على النفوذ الإيراني مثل الولايات المتحدة. نعم. ولذلك إيران بالحقيقة 5000 جندي هم مش مهمين إلهم، بالعكس وجودهم مفيد إلها في سبيل يصيرون رهائن تستخدمهم كأوراق في صراحة مع أمريكا، لكن تريد إبعادهم لأغراض نفسية يعني للإيحاء للعالم وللعراقيين بأنها تمكنت من طرد أمريكا من العراق وبالتالي لا أحد ينافسها. الهدف نفسي أكثر مما يكون هدف مادي. هؤلاء الجنود لن يحاربوا إيران لأن إيران ليس لديها قوات في العراق، هي لديها ميليشيات عراقية تابعة لها. إيران أمريكا إذا ضربت هذه الميليشيات ستكون قد ضربت ميليشيات وقتلت عراقيين، وحين ذاك العراقيين يتشون مع الأمريكان مو إيران، وإيران تعرف هذا وهي خطتها اللعينة. لذلك أمريكا تجد أن صراحة مع إيران في العراق غير متكافئ لأن إيران تحاربها بأذرع عراقية وليس بأذرع إيرانية، وهذا هو السبب اللي يخلي أمريكا محرجة في هذا الصراع لأنها لا تستطيع استخدام القوة القاهرة القوة العسكرية، استخدمتها ستبدو وكأنها تنتهك السيادة وتقتل العراقيين وتضعف الحكومة، وإن لم تستخدم هذه القوة ستبدو وكأنها ضعيفة ومأخوذة من قبل الإيرانيين. هل هذا الأساس جرى هذا الحوار من أجل تأجيل الصراع، تأجيله إلى مرحلة أخرى قد تتوفر فيها شروط أفضل للولايات المتحدة من حيث حرية الحركة لا سيما بالنسبة للرئيس الأمريكي المحاصر بقصة الانتخابات. نعم، طالما أشار دكتور لقاء لقضية الصراع، دكتور أيضا من ضمن أهداف هذا الحوار الاستراتيجي أنه عملية الولايات المتحدة الأمريكية يريدون يصلوا بالعراق إلى أن يكون محايدا، تحييد العراق في أي مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وفق المغريات التي تقدم إلى العراق واللي تحدثت عنها جنابك قبل قليل أننا سنقدم كذا، وضعكم الاقتصادي منهار وما إلى ذلك. لو نشبت هذه المواجهة أو تصاعد الصراع، هل سيصل الأمريكيون سينجحون في تحييد العراق وأن لا تذهب الميليشيات بالعراق إلى الخندق الإيراني؟ لا، هذه قضية غير معقولة وغير منطقية. يعني مثل ما شابهوا العراق يكون فنلندا، وقضية الآن يعني أكلت حتى مع هذه القضية مع الرافعة والمنقذة الأمريكية للمشروع لأصحاب هذا المشروع للأحزاب، لو قدمت أمريكا كل ما يحتاجونه، حتى لو قدمت كل ما يحتاجونه هي ستأخذهم إلى جانبها. لا يمكن للعراق أن يكون محايدا. يعني هذه أقصد هم لا يريدون أن يذهب إلى إيران، لم يذهب إلى إيران فسيذهب إليهم، وإيران تفهم القضية. نعم. لم يكن معي فهو ضدي. نعم. وقاتله، والأمريكان أيضا يفهمون هذه القضية، من كان معي ما يعني من لم يكن معي فهو ضدي إذن قاتله. فبالتالي أنت العراق ليس مخير، العراق يعني غير قادر على أن يبرز شخصيته ويبرز ما يريد. هذه الأطراف هي التي تتلاعب به. ما قال ياد علاوي الشري الركن الأساسي، قال هذا الحوار إملاءات أمريكية فقط. فعلاً هو هذا هذا واقع الحال. فبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول بالنهاية أنه أنا سأكون على الحياد. هذه القضية ما مطروحة، يعني لا تمتلك أنت. العراق لا يمتلك يعني صلاحية أن يقول هكذا أو يتصرف هكذا. العراق إما أن يكون مع هذا الطرف أو هذا الطرف، إما أن يكون تحت هذه الخيمة أو هذه الخيمة. هذه الكارثة التي وقع فيها العراق من عام 2003 لحد الآن هكذا، يعني هكذا قدره الآن أن يكون تحت مظلة أحد. يعني ليس هناك أيضا نظام وطني يجعل العراق تحت المظلة الوطنية العراقية، والشعب العراقي تحت مظلة نظام وطني يستطيع أن يصون كرامته، أن يدافع عنه، أن يكون له رأي، أن يكون له قوة، أن يكون يستند إلى قوى، يستند إلى تحالفات. هذه غير موجودة. العراق بلد
متعدد الولاءات الآن، حكوماته وعمليته السياسية وقوى سياسية كلها مملوكة لأطراف متعددة إيرانية وأمريكية وغيرها، قضية كبيرة. يعني انظر إلى 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 الغرف الأمنية التي كانت تراقب التظاهرات، تظاهرات تشرين، ستجد بها أمريكي وستجد بها روسي وتجد بها إيراني، وتجد مصائب كبيرة جدا في العراق. فبالتالي العراق ولاءاته متعددة جدا، والأطراف التي تتحكم به لديها ولاءات مختلفة ولديها نظرات وتوجهات مختلفة. يعني مثل ما قلت حضرتك بالمقدمة، مقدمة هذا البرنامج، قلت إنه الأطراف السياسية لا تتفق على شيء واحد ولا يمكن أن تتفق. يعني الأكراد الآن يريدون الوجود الأمريكي، مثل ما يتحدثون سنة السلطة، مثل ما يتحدثون يقولون أن سنة السلطة يريدون أيضا الوجود الأمريكي، الشيعة السلطة واللي هم تبع إيران يريدون الوجود الإيراني. فبالتالي هناك صراعات وفكر متقاطع وإيديولوجيات كثيرة تتصارع على أرض العراق، مثل ما تصارع ميليشيات وقوى استخبارية وقوى أمنية وعصابات على أرض العراق. العراق بالخلاصة بالجملة المفيدة، العراق أرض مباحة لكل الصراعات. فبالتالي هو لا يملك إرادته، لا يملك أن يكون له شخصية واحدة. فبالتالي أنت ستحيد جزء وجزء آخر سيكون مع طرف آخر، وستحيد هذا الطرف لجانبك سيكون هذا الطرف لجانبك والطرف الآخر لجانب آخر. وبالتالي العراق يعني بولاءات مختلفة، بانتماءات مختلفة، القوة الفعلية هي القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة العسكرية التي تفرض عليه ما يريد وما تريد. فبالتالي فعلا هو الحوار حوار ليس عراقيا أمريكيا، هو أمريكيا إيرانيا بإطار عراقي. نعم. إيران هي من تتحكم في هذا الطرف، وهي من تخل بالموازنة، من تخل بضبط المصنع. إذا ما إيران انصاعت لهذه القضية، لا ميليشيات ولا غير ميليشيات تستطيع أن تفعل شيئا، وإلا المواجهة ستذهب نعم. باتجاه آخر، لكن هي مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. دكتور عبد الحميد العاني، أيضا مما جاء في بيان الهيئة المتعلق بالحوار الاستراتيجي، يقول راح أقتبس أيضا للمرة الثانية، أن هدف هذا الحوار هو ترسيخ الوجودين العسكري والسياسي الأمريكي في العراق، ومساعدة النظام السياسي القائم قبل سقوطه بشكل كامل، وتعزيز فرص بقائه، والعمل على منع انهياره تحت ضغط الواقع المأساوي في العراق. هل تعتقد أن النظام السياسي في العراق في مرحلة ما من مراحل السقوط والانهيار، وأن هناك مهددات حقيقية وجدية له؟ يعني ما هي الأشياء أو العوامل التي يعتمد عليها أو يتعكز عليها هذا النظام إلى الآن؟ يعني عفواً، في المدة الماضية، السنوات الماضية، كان يتعكز بشكل أساسي على خطابه الطائفي في تحييد قسم كبير من الشعب العراقي، ورأينا اليوم أنه هذا الخطاب قد فشل وقد انقلبت الطاولة شعبيا على هذا النظام، ولا سيما تجسد ذلك في ثورة تشرين والانتفاضة الطويلة المستمرة منذ أشهر عديدة ضد هذا النظام. هذه المشروعية الشعبية إذن فشلت. المشروعية الثانية أو الأمر العكاز الثانية اللي هي الجانب الاقتصادي، العراق ثروة كبيرة جدا من أغنى الدول، وهذه الثروة كان يتعكز في استخدامها هذا النظام في إسكات بعض الأفواه، ومنها الرواتب شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي. لكن اليوم أولا بسبب جشعهم وفسادهم الكبير جدا، ثانيا الأزمة العالمية وكورونا والتدني النفط، اليوم العراق منهار فعلا اقتصاديا، فكيف سيستطيع الاستمرار في هذا الجانب؟ ماذا بقي؟ بقي فقط القضية الخارجية، الدعم الخارجي إلى الآن، وهذا ربما هو الذي أو هي الورقة التي تلوح بها أمريكا، هو المجتمع الدولي إلى الآن يعطي مشروعية ويساند هذا النظام، وإلا فهو لا وجود له، لا شرعية حقيقية له، لا يقدم للشعب العراقي لا خدمات لا كرامة. الانتهاكات قد شملت كل أبناء الشعب العراقي وتفاقمت، والملفات ملفات الفساد وملفات الانتهاكات هي ربما إذا تحركت في أو سحبت يديها المجتمع الدولي ومنها أمريكا عن هذا النظام، بالتأكيد سينهار هذا النظام ويتساقط، وهذا ما يقوله أبناء الشعب العراقي جميعا. شكرا جزيلا
بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ناقشت الحوار الاستراتيجي بين الذي عقدت الجولة الأولى منه بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة الأمريكية ومخرجاتها وتأثيراتها على المشهد في العراق. لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب، والدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي. كما أشكركم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.